ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. هاد الناس هادو تهلاو فيهم، راه لا يعقل بوليسي تيشد 96000 ريال ولا 6000 درهم ولا ضابط يشد 7000 درهم، راه لا يعقل، وضابط ممتاز يشد 7500 درهم ولا ما شنو، راه لا يعقل، راه لا يمكن، راه هذا التخربيق، راه هذا التخربيق، راه هذا الظلم في توزيع ما عرفت الثروه ديال البلاد، ولا راه حيت الفلوس تجي في اخر مطاف من ثروه البلاد، هذا راه ظلم في توزيع الثروة، هذا ظلم في تمتيع الناس بكرامتهم، الحيف في تمتيع الناس بكرامتهم، تمييز في تمتيع الناس بكرامتهم. واش واحد موظف ديال دولة تيشد 14 مليون، موظف ديال دولة تيشد 21 مليون، موظف تيشد 7 مليون، وناهيك عن الامتيازات، هذاك الصالير ناهيك عن الامتيازات، كل اللي تيشد الملايين صحيحة وامتيازات من الفوق، طونوبيل والإقامة وزيدوا البنات والروينة والسفريات إلى آخره. وبوليس اللي تيدور اللي يدور في الدروبه وينقص في السطوحه، وهذا يدير لي 7000 درهم ضابط، مالهم على هاد الحكره؟ مالكم على هاد الحكره لهاد الناس هادو؟ رانقول ذلك حبا فيهم، ونقول ذلك غيره على هذا الوطن، ونقول ذلك لان هاد الناس عندهم واحد الامر حساس في البلاد سميتو الامن، احذروا الامن، راه ما معاش اللعب، عطيو الناس حقهم، عطيو الناس، راه غارقين كريديات، البوليس راه غارقين كريديات، البوليس راه تبع الطريطه ديال الدار وتابع الطريطه ديال الموتور وتابع ما عرف شنو تابعوا، عطيو الناس حقهم، وفي الاخر تطالبوا بالمردوديه في الميدان، فملي هذا الشيء علاش تلقاو بعض على نفسهم ضعيفه تمشي يقلب على مصدر اخر ديال الفلوس واخا يكون حرام، انت عطيه 4500 درهم ولا 4800 درهم وعند واحد وحده اخرى غادي يعطيه هذاك الشيء اللي تتعطيه انت غادي يعطيه ليه في سيمانه ويخليه يدوز السلعه ويخليه يبيع القرقوبي ويخليه ويخليه ويخليه، فانتم سدوا هذا الباب هذا، زيدوا الناس، ظلموا لهم كرامه العيش، راه هو بغى يقري ولاده في مدارس مزيانه، توا بغى يلبس وليداته مزيان، توا بغى يسكن في دويره مزيانه، توا بغى اليه نقل، توا بغى يعيش العيش الكريم، تا هو باغي هذا الشيء، واش ماشي من حقه؟ وتعدي وظيفه ما كاينش اللي تعديها في المغرب، ما كاينش لا وزير ما غير الوزير، والله ما تتعدي الوظيفه ديال البوليس، يلاه انت تعدي العثماني، والله ما تتعدي وظيفه البوليس، عليك وظائفك وانا احترمك، البرلماني لك وظائفك وانا احترمك، ولكن بالمقارنه مع التعب ومع المجهود ومع الريسك وداك الشيء، يلاه كاين شي برلماني تيريسكي بحال البوليسي؟ جاوبونا، كاين شي برلماني تيريسكي بحال البوليسي والجندرم، حتى الجندرم والقوات المساعده، كاع الناس اللي في جهاز الامن، ولا جاد ولا ديسي الى اخره، واش كاين شي برلماني اللي تيشد 3 المليون مع الامتيازات مع كل شيء مع الحصانه مع كل شيء تي 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 تيريسكي؟ جاوبنا، تتريسكي؟ ها؟ واش تتريسكي؟ واش انت مهدد في حياتك يوما يوميا؟ ومالين الديوانه تا هما؟ تقريبا كاع حاملي السلاح. مالين الديوانه راه تيظلوا مساكن في الشموشات توقفوا الكميوات وتحاربوا التهريب وفي اخر المطاف راه ناعس وعلى كف عفريت راه داخل دارو في كف عفريت عائلته في كف عفريت في الاخر باش نعطيهم الجدريال وواحد تيجي البرلمان تيطلق سؤال جوج تيدير شي حاجه تشريعيه 3 المليون والامتيازات ولا غوتخات فيها 8000 درهم والامتيازات والحصانه البرلمانيه وبزاف ديال الامور يا سلام ولا داز في الطريق ما عرف شكون هو وكل شيء خايف منه الى اخره والبوليس اللي ساهر على امن بنت ديك البرلماني وداك البرلماني وامه واخته الى اخره مسكين تتعطيو الجدريال وتتخليو يعانيهم على امرين تابعوا الكريدي ديال الدار وتابعوا الدواء وتابعوا الطبيب وتابعوا المدرسه وتابعوا الفلوس وتابعوا العيد الكبير وتابعوا رمضان وتابعوا العطله الى اخره سلف من هنا شد من هنا قطع من هنا تنهضر على النزهه شد من هنا قطع من هنا تسلف من هنا يرد لهذا اراد بلاتي بلاتي اخويا صل لي الصلاه في لوكان خليني شارجي نعطيك 1000 درهم ديالك هكا تقول لي اعطيني المردودية في الطيران يلا ناخذوا بركة من الحبر راكم حاقرين البوليس نقولها لكم مباشرة راكم حاقرين البوليس في الصالير ديالي وهناك من لا يستحق في هذه البلاد صاليرات عالية وتتعطيوها لي وتتعطيوها لي وهناك من سياسته السيرية زيرو 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 كاينين الناس دخلوا الادارات بلا ما نعطيو الاسماء كاينين الناس دخلوا الادارات وتراسوا ادارات تيشدوا 4 5 6 8 10 المليون في الشهر بالامتيازات فلس ديك الاداره
فلسها خرج عليها حيدو مننا حطوه هنا لا عقاب لا تشي حاجة حيدو مننا عطوه هنا عطوه إدارة أخرى اللي فيها نفس الصلاة اللي كانت يشتو لقل منه بشي جت المليون ولا شي حاجة وبقى دائما في يلا.